اما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التاليه لنحكي عن موضوع كثير مهم، قديش اليوم يمكن الضغوطات الحياتيه اللي بنتعرض لها بتاثر على مشاعرنا، على ردات فعلنا، قديش فينا فعليا ضمن هي الضغوطات نضبط هي المشاعر؟ يعني احيانا بتلاقي الشخص بينتقل من مشاعر بين الفرح والسعاده، فجاه بتلاقي حزن، في مزاجيه عاليه اليوم ضمن هي الضغوطات. مزبوط نور، بالنهايه كلنا عنا مزاجيه، وموضوعنا اليوم مهم لاغلب الاشخاص يلي ممكن بيفقدوا السيطره على مشاعرهم وانفعالاتهم، او ليش لكل لاغلب الاشخاص، لالنا كلنا، لانه نحن بالنهايه كلنا بشر وعنا مشاعر وانفعالات، وهي جزء اساسي من حياتنا اليوميه، ولكن كيف نحن نسيطر على هي المشاعر والانفعالات ونطالعها بالطريقه الصحيحه وبالوقت الصح، ونعمل كنترول قوي على مشاعرنا، وقد ايه حلو نور يكون عندنا هذا الايموشنال سيلف كنترول، واللي هو القدره على ضبط المشاعر او العواطف المزعجه والسير بالحياه بفاعليه حتى بالمواقف العصيبه. ضبط المشاعر شيء كثير مهم، لانه انت اذا بتراجعي حالك بتلاقي في قصص كنتي تزعلي تتضايقي منها من سنه سنتين، هلا لا، لانه هي عمليه نضج لهي المشاعر وضبطها بشكل صحيح. لنحكي عن ضبط المشاعر ضمن الضغوطات اللي عم نعيشها كليا كلياتنا، اقتصاديه، معيشيه، كل الضغوطات يمكن اللي عم نتعرض عليها كلياتنا. اليوم نحكي عن هيدا الموضوع اكثر، معنا الاستاذه بنان بيبرس، مدربه تنميه ذاتيه واداره مشاعر. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباحكم يا هلا، اهلا صباح فيكم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. صباحك ورد. استاذه بنان، خلينا نتعرف منك اول شيء لنعرف مشاهدينا على مفهوم اداره المشاعر. تمام. هلا مفهوم اداره المشاعر هو مفهوم ضبط الذات، التحكم، خليني أقول، بمشاعرنا، بردات فعلنا، بالأمور اللي نحنا بتصير معنا، كيف نحنا نكون قادرين. أنا دائماً بقول لهم كل إنسان بينزل معه ريموت كنترول، تمام؟ هذا ريموت كنترول لازم يضل معي، تمام؟ هذا جهاز التحكم لازم يضل معي. هو معنا بالنهار، هو مرضع، هو الكل مرضع عند الكل. التكنولوجيا والتطور ما عم تدي تعملي أبديت تحديث طول الوقت. هي الفكرة أستاذة أنه دائما انا جهاز تحكمي مع الاخر، لهيك عصبني عصبت، ضحكني ضحكت، وترني توترت، تمام؟ مو انا، يعني رده فعلي مو ناتجه عن انا، شيء صار معي انا فانا توترت عليه، او صار معي انا فانا فرحت عليه، لا، جو البيت كئيب فالكل بيكتئب. كثير هاي نحن بنشوفها، الماما زعلانه فالبيت كله بيزعل، طب ليه هي زعلانه؟ ما نناقشها، ما بنزعل معها، ما بننزل معها بالمود. فاداره المشاعر هي ضبط النفس، إرجاع جهاز التحكم، إذا بدي أحكي بكثير بساطة، جهاز تحكمي لإلي أنا المسيطر على مشاعري. طب هذا الحكي كثير كثير حلو، أي حد عم يشوفنا عم يقول لك الله هلا، بس فعلياً قديش فيني طبقه؟ يعني ما فيني أنكر الوضع الحالي اليوم، يعني هلا أنت إجيتي مثلاً في عندك أزمة طريق، يعني حتى ممكن تجي مؤخرة، كلياتنا عندنا أزمات يعني يومية، معيشية، اقتصادية، ضغوطات هائلة اليوم تقع على رب الأسرة والأم، ودائماً بنحملوا المسؤولية، يعني إطلاق الأحكام جزافاً شيء كثير قاسي اليوم، كيف فينا نضبط؟ يعني هلا أنا إذا براجع نفسي بحس حالي من 3 سنين في إشي كنت أتضايق منها، هلا لا تعنيني، هي تراكمات خبرات، بس الوضع بيلعب دور، يعني هلا الجو العام كل المحيط في عامل مشترك اليوم، ما حدا متحمل الضغوطات اللي عم يعيشها، بس قديش فعليا فيني اعمل هيدا الكنترول؟ يعني نحن بنعرف كل عاده بدها 21 يوم، فعليا انا هلا اذا بدي بلش شو الشيء الاساسيات؟ يعني ما بدي احكي عموميات، كل حدا عم يتابعني انا بدي اشتغل 1 2 3 خلال هال 21 يوم، لا فعليا بلش ولو بخطوه على الطريق الصحيح. تمام. هلا في فكرة اليوم نحن ضبط المشاعر ليس كبت المشاعر. يعني أنا اليوم مثلا عصبت من موضوع، مو لأني والله مدرب أو لأني إنسان بيعرف يتحكم بمشاعره أنا ما أغضب أو أنا ما نرفز أو أنا ما أعصب، هذا غلط، هذا كبت للمشاعر، كبت المشاعر بيعمل لي مرضين نفسي وجسدي بالنهاية، تمام؟ تحميل اللوم على الآخر غلط. يعني هو عصبني، لا، أنا اللي قررت أعصب، مو هو اللي عصبني. ضبط المشاعر وإدارة المشاعر قرار من عندي أنا، قررت أتعاطف معه وأفرح، أتعاطف معه وعصب، تمام؟ مو مثل الموضوع اللي حكينا أنه هو عصبني أنا جاية رايقة حدا نرفزني فتنرفزت، هداك لا، غير. اليوم ضغوط الحياة أكيد حتساعد، اليوم حتساعد بالتعصيب بالتعصيب
فاليوم وكمان بتساعد على اني انا اكون متوازن اكثر. انا شايف برا كثير الجو كئيب، شايف برا كثير الجو تعبان، ما كملها انا على نفسي. يعني بكفيني اللي برا، انا اتوازن مع ذاتي. طيب كيف بدي اتوازن مع ذاتي؟ لما بعرف اول شيء ذاتي صح، لما بعرف انا امتى لازم اغضب، امتى لازم ما اغضب، هذا الموضوع هل يستحق او لا يستحق. هلا الموضوع بشكل عام علينا كلنا، تمام؟ يعني هلا الازمات انا والوضع على نفسي صعب تماما، يعني بكفي برا كمان انا بعد ذاتي. شو ممكن يعمل الشخص من البدايه؟ من البدايه يعرف. هلا انا مثلا يعني نحن بنسمي انه الحساسيه عاليه اليوم عند جداً الكل، جدا جدا المشاعر كثير صايره متوتره. يعني نحن قابل للانفجار باي لحظه، فانا بقول لهم مو قابل للكسر، نحن قابل للانفجار. فبعد عنه هذا قابل للانفجار باي ثانيه، خصوصا اللي ما عنده اداره صح لذاته، يلي ما عرفان يراعي نفسه صح، يلي مثل ما قلنا باول اللقاء انه هو تارك كنترولو مع الطرف الاخر. ضغوط الحياه نحن فينا نتوازن معها، ما اجمع كل شيء علي. يعني مو والله اقعد اتذكر في ازمه هيك وهيك، طيب هدي واحده واحده، يعني اقعد اتفاعل مع واحده، ما ضروري الكل راكمون مع بعضهم، لانه بالنهايه انا بشر، انا كتله من المشاعر. اصعب شيء اليوم هو اني اتحكم بمشاعري صح، لانه علمونا انه هي لا اراديه ولا واعيه، وانت بتغضب هيك. لا، انا عندي قرار داخلي عقلي اني انا اغضب. ممكن كمان الغضب او حالات الانفعال العنيفه او الانفجار ممكن يعرضنا لبعض الخسائر. ممكن انا اخسر شغلي بسبب اني انا فايقه الصبح مثلا، رايحه متوتره، ما حدا يحكيني، ممكن تطلع مني كلمه غلط لزميلي، ممكن بالبيت في نفسيتي هيك متوتره وتعبانه، ممكن اتقاتل انا وامي، انا واختي، انا وزملائي بالشغل، فممكن تعرضنا لخسائر. قد ايه مهم نحن اليوم انه مو نكبت نعمل هذا الكنترول؟ يعني عن جد بتصير خسائر، ممكن انا اخسر شخص، اخسر شغلي، اخسر عيلتي بسبب انا توتري وعصبيتي وانفعالاتي يلي بتكون عنيفه نوعا ما. عشان ما اسمع كلمه ركوه طالع حلو. تماما. هو كثير طيب وحباب، بس بس ما بشوف يعني او خلص ركوه طالع خلقه ليهدى بيرجع، كثير غلط. اليوم كثير كارثه انه الطرف الاخر بيعرف امتى انا بهدى او بيعرف كيف انا بهدى، انه اتركوه بيهدى بعد شوي بيرجع، وانا بالفعل هيك بعمل. يعني الطرف الثاني الغاضب بالفعل هيك بيعمل، هذا غلط. هذا هو بنرجع بنقول ما عرف يضبط حاله صح. كيف بدي اضبط حالي؟ انا بعرف حالي اليوم ماني رايقه، حاول ما اطلع من البيت، حاول اعمل اي شيء يهديني. واذا عنده دوام وشغل مضطر انه يطلع يواجه، حاول يعمل اي شيء يهدي. حاول بالطريق اتفرج مو على الارض. نحن وقت بنكون بحاله الغضب النظر بيصير للاسفل ومع العكسه، هي الزوره هي اللي ما حدا يحكيني، تمام، ولا حدا يحكي ليه. طيب الموضوع في شغله كثير انا بقول لهم اياها، الموضوع قبل بثانيه صح. طب هي ثانيه راحت او قبل بدقيقه، هي دقيقه راحت، حتقدر ترجعها؟ لا. طب ليش لهلا معصب؟ راحت. طب خلص هي راحت ضمن الاداره، تمام. يعني هي نقاط اساسيه. يعني انا اول شغله بالنهار اليومي كل يوم شو اعمل؟ يعني فيني مثلا تعرضت لضغوطات وفي بدي اضبط ردة فعلي، شو اول خطوات اللي ممكن انصح الشخص يعملها؟ اول على مرار مثلا 20 مثل ما قلنا 21 يوم ممكن تصير عاده اكتسبها مع مرور الوقت. هلا اول شغله انا بدي اعرف انه هذا الموضوع مشي، انا غضبي منه ما راح يجيب نتيجه. يعني احنا بنقول له لا تعيش كثير بالماضي، ما حيجيب نتيجه غضبك. هو شعب عاطفي كلياتهم عايشين بالماضي، يعني الشعب العربي جياش عاطفي، تمام. وهذا الغلط، وهذا اللي ما بيخليه مبدع، وهذا اللي ما بيخليه أظهر إبداعه. منه هو مبدع جدا بس يظهر إبداعه، أنه هو ما عرفان يضبط مشاعره صح، تمام. أول شغلة حاجة تعيش بالماضي، خلاص الموضوع راح. غضاب مع ذاتك، الآخرين ما دخلوا. في ناس يعني بتلاقيهم بيضلوا عايشين بالماضي عن جد، وبيضلوا ممكن لبعد 10 سنين عم يتذكروا نفس الموقف وعم يتحسسوا منه وعم يعصبوا نفس العصبية والانفعال. ما بتسلم على رفيقتها لأنه من 50 سنة ما سلمت عليها. ونفس المشاعر بتكون موجودة عندها، خصوصا عند الإناث أكثر شيء. يعني كثير بتكون عندهم حساسية. هي مشتركة العاطفة. هلا هيك بيقولوا إنه الأنثى أكثر عاطفة مع على مشاعرها. عاطفية صحيح. بتلاقي مثلا الرجل تعرض لموقف ممكن ما
بين لك على رياكشن وشه انه هو انزعج او عصب، بالعكس بتلاقيه مبتسم، ممكن لبعد سنتين يقول لك انه انا بهداك الوقت كنت مزعوج منك. فبتلاقي الانثى هون انه خلص انزعجت، انزعجت بينت، بدها تبكي، تحسست، دمعتها بتلاقيها فورا نزلت. فيعني قد ايه انه هاي المعلومه صحيحه انه الاناث اكثر، مو اكثر تاثرا، اكثر اظهار لمشاعرهم، والرجال عندهم كنترول كثير قوي على التحكم بمشاعرهم. نحن 80% عاطفه الانثى. ايه طبعا عاطفيه 20%، بس هي انا ما بحس الكنترول، عقل ووعي يعني كنترولها. لكن اذا عرفت الانثى تتحكم بهيدي 80% ابدعت، هو يقولون طريقه اقوى من الرجال. الرجال 20% عاطفي، لكن لما 80 90 النساء، الرجال من 10 ل 20 الرجال عاطفة. لما بيشتغل بعاطفته اقوى من الانثى، لهيك الرجال لما بتشتغل ب تلاقيهم قوات مثل الاطفال. تمام. لا لا، لما الرجال بتشتغل بامور مثلا تخص النساء مبدعين اكثر من النساء لما بتشتغل بامور تخص النساء، لانه لما بيشغل عاطفته صح، بيشغل مشاعره صح، فكتير بيكون مبدع فيها. تمام. هلا في النساء كثير، بس هلا هي بتلعب دور كنترول ولا التربيه؟ يعني نحن فعليا الرجل ربي على انه هو يجب ان لا يبكي ويجب ان لا يعبر. ايه هي احنا مشان ما نعمل هيك حاله، بس انه هي حاله ضبط مشاعر ولا هي التربيه؟ لانه نحن مجتمعاتنا هي على مبدا انه ما بصير تبكي انت رجال، ما بصير تعبر انت زلمه، بتبلع هي تبع بتبلع الدمعه، بتبلع الوجع. فهون عم نحكي عن الذكاء بين الكنترول، تختلف من خلال البيئه طبعاً والتربيه، ولا الكنترول كيف بيكون؟ اهم مصدر من مصادر التربيه او المصادر عفوا البرمجه هي البيئه، قبل منها الاهل اللي هن التربيه. يعني انا مين برمجني اليوم اني انا اكون ضابط لاعصابي او مشاعري مشاع؟ تمام. هن الاهل لهم اثر كبير، عم نحكي بالطفوله. صحيح. هلا بعد ما تجاوزت مرحله معينه، بغض النظر انا كيف كانت التربيه لها اثر، لكن انا وين وعيي؟ وين انا ادارتي لذاتي؟ هل انا بدي ضل انسان حساس كل ما حدا حكاني ابكي او لا؟ اذا صار موقف انا جامد وبعدين يصير معي امراض او مشاكل، هون بيلعب الوعي. فالتربيه لها كثير دور كبير اذا بدنا نجاوب على السؤال، لكن وعي الشخص له كمان الدور الاكبر. يعني انا اليوم خلاص جاوزت مرحله الطفوله، عرفت اللي تربيت عليه صح او غلط، تمام، او يحتاج الى تعديلات، فانا هون دوري بدي اني اعدل، او يحتاج الى تطوير، فانا هون دوري اني انا اطور. انا ما ضل حبيس والله هيك ربونا، هيك ربونا، يعني انت عايش بالماضي هيك، هو خلص نشأ في هذه يعني هي الشخصيه، هو لازم يعدل. ما في شيء اسمه انا نشأت وخلاص حضل هيك. احنا كل يوم عم نتجدد، في خلايا عم تعيش، خلايا عم تموت، فانا كل يوم بتجدد. هل انا حضل يعني عفوا متحجر بهذيك العقليه؟ لما انا لا، رح ابني عقليه ثانيه لإلي اذا هذيك العقليه مو عاجبتني. طيب عجبتني هذيك العقليه، يلا تعا طورها، يلا خليها تواكب زماني هاد، مو اللي انا ربوني عليه. صحيح. خلينا هلا استاذه بنان نعرف منك اذا حدا عنده طاقه سلبيه هائله، يعني هو على طول مسلوب الشخص، يعني انا خلص انسان سلبي. في اشخاص بتقلك انا كائن سوداوي وبيفتخر بهذا الشيء انه انا حدا سوداوي، انه بيضل مزاجه مكتئب وهو مبسوط، هو مبسوط بهي الحاله. فكيف نحن للاشخاص اللي بيستمتعوا بالسوداويه يلي عندهم، كيف ممكن انه نساعدهم لحتى يحولوا هي المشاعر السلبيه لمشاعر إيجابية؟ هلا اذا كان مستمتع مثل ما بتقولي وصلان لمرحله الاستمتاع، بس عم يأثر سلبا على غيره، هو ما راح يشوف حاله انه هو سوداوي. يعني انا عجبتني سوداويتي، طب شو بدي اعمل له اليوم؟ نحن اول شيء لما بيجي اي شخص لعنا بده يغير، انت حابب تغير؟ اذا انت عاجبك وضعك، يعني اليوم مثلا عاجبه الفرع اللي هو فيه، ليش لا يغيره؟ تمام. ما فيك تغيري انسان هو معجب بالشيء اللي هو عم يعمله. هلا نصيحتنا للطرف الثاني اللي عم بيتعامل معه، انت سوداوي الك، بعد عني، انا احمي ذاتي. تمام. بمعنى انا لقيته معصب، ما ضروري ضل قاعد معه، حتى لو زميل بالعمل وانا مضطره اكون معه. اوقات ايه بيحكي من الظرف انه نتواجد مع هيك اشخاص، فانا حاول افصل عقليا. تمام. خلص انا ما فيني اقوم، كثير انا بتجينا انه انا ما فيني اقوم من كرسي حتى، شو اعمل؟ الطرف الثاني كثير عم يضغط طاقه سلبيه. طيب انا حاول اشغل عقلي بشيء، حاول اللي هي له اكسر له هي الطاقه اللي عم يصدر لي اياها. بمثلا معك الم، فيك تعطيني هي، فيني اعمل هي، اكسر له هذا التفكير تماما، اشغل له عقله بشيء ثاني عني. اشعل مثلا اي موسيقى عاليه لفتره لثواني بس،
اكسر هي الهاله اللي عم يدخل لي اياها لإلي انا. تمام. اخر شيء ممكن كثير افتح شباك شوف جدالي اخذ هواء اخذ هواء. بس قديش بيعمل التعبير عن المشاعر؟ يعني انا بحس احيانا هي ردات الانفعال الغاضبه هي مثل ما قلتي بالبدايه حديثك ربينا على انه ما كثير نعبر. قديش مهم تعبري عن مشاعرك خلال الموقف بس لكن بطريقه ضبط هي المشاعر. تمام. لازم قله في مجال انا مالي علاقه بيومك، في مجال حاج. طيب حاولت تلاقي حلول انت فورا هون حيصد. تمام. لما تبلشي تناقشي او حتعلقي معه بقى بسجال وجدال لا يسمن ولا يغني من جوع بصراحه. كونه هو عم بحكي على المثال اللي طرحتي انه هو حابب هيدي السوداويه بشكل عام. تمام. بشكل عام انا ممكن ناقشه. انت بتعرف انك كثير بتضغط طاقه سلبيه بالنهار، طيب في مجال تشوف الجمال بحياتك؟ يعني يومك كله اسود، طيب انا يومي فيه ابيض واسود، بليز خلي السواد لعندك. ما دخلني. تمام. بهذا الرواء مو انا كمان بغضب معه او بصير دخل له انا طاقه سلبيه. يعني كثير بيقولوا لي طيب ايوه نحن بنحكي له على حياتنا وايامنا السوداء بالان صار المكان كله هون اسود. هون الطرف صحيح. اللي معنا هو بيلعب دور كثير كبير بتهدئتنا او انه يمتصنا مثل ما حكيتي انه تعناقشني اللي شو مضايقك. ما كثير عندهم عالم عندهم هذا الرواء والدبلوماسيه لحتى كنترولنا مو معنا. خلاص هو معصب فانا لازم اعصب معه. هي الفكره. دائما بقول لهم ضبط المشاعر اعاده كنترولك لإلك، اعاده جهاز تحكم مشاعرك فيك. انا مالي علاقه بالطرف الثاني، مبسوط سعيد الله يسعده ويحميه، انا ما دخلني مشاعري لإلي. تمام. فانا لازم احافظ عليها. اكيد بالختام بدنا نتشكرك، حاولنا نسلط على نقاط اساسيه يمكن عم نعيشها بشكل يومي بالمحيط، هي قديش فينا نضبط مشاعرنا ضمن الضغوطات الاجتماعيه والاقتصاديه الهائله اللي عم تكون على الكل اليوم. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك استاذه بنا.